السلام عليكم. هنتكلم في حياتنا النهاردة ان شاء الله عن الاختيار. والحقيقة الاختيار هنا مش قصد بيه مسلسل الاختيار، لا، انا قصد بيه مبدأ الاختيار. مبدأ الاختيار ما بين الخير وما بين الشر، وده يعني محور 3 مسلسلات، هو مسلسل الاختيار 2، مسلسل القاهرة كابول، ومسلسل هجمة مرتدة. ولكن في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مسلسلين منهم بس، وهنسيب المسلسل الثالث اللي هو القاهرة كابول، هعمل عنه حلقة لوحده، لان هو بصراحة في حتة تانية لوحده في الاحداث، وهنتكلم ونوضح ليه في الحلقة دي والحلقة اللي جاية بإذن الله. فكالعادة حلقات اللي انا هتكلم فيها عن اكتر من مسلسل، هتلاقي الشاشة متقسمة لأجزاء. لو انت مش حابب مسلسل او انت ما بتتفرجش على مسلسل منهم، تقدر تختار المسلسل اللي انت بتختار عليه منهم على طول. هنبدأ مع بعض بمسلسل الاختيار. مسلسل الاختيار بطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي واياد نصار. طبعا كريم عبد العزيز غني عن التعريف، فهو بالنسبة لنا اشطر الممثلين في مصر، فهو كاريزما عالية جدا قدام الشاشة، الكاميرا بتحبه حرفيا، فبيعمل كل حاجة، لايق عليه كل الادوار، ومش بس كده، ده هو متفوق فيهم، فهو ممثل شامل بمعنى كلمة شامل. اول ما بدأ لو عديت ادواره مش هخلص، يعني ادواره ما شاء الله عليه، يعني زي ما قلت الميزة مش في تعدد الادوار، لا، الميزة في تفوقه في كل دور بيعمله وتميزه فيه، وبيضيف للدور مش الدور اللي بيضيف ليه، فكاريزمته العالية بتضيف للدور بشكل كبير. هو طالع بدور ضابط امن وطني مع احمد مكي، اللي انا مستغرب من زمان هو ليه ما بيعملش اكشن. الراجل ده يا جماعة معجون في الاكشن كده، مع ان حلقتين بس احنا نتكلم عن المسلسل، مع اول حلقتين ليه، فلا الراجل ده فعلا يعمل اكشن. انا مستغرب ازاي لحد دلوقتي ما كانش بيعمل اكشن، مع الكاريزما العاليه بتاعته، مع شكله، مع طبعا الفورمه اللي عاملها، يعني ده ساعده في النجاح كبير جدا، وخصوصا ان هو بيعمل تقريبا يعني ضابط شرطه او ضابط، نقول اللي هو ايه، يعني قوات امن مركزي، لسه هنفهم برضه في الاحداث، وده العيب البسيط اللي في المسلسل اللي هنتكلم عنه قدام شويه. وزي ما قلت لايق عليه الدور ده، مع صوته، مع نبره صوته الخشنه دي، مع ادائه، لا ينفع اكشن بصراحه يعني، واختار اختيار مميز جدا للممثل ده، حاجة عبقرية منهم اختيار طاقم التمثيل ده. مع اياد نصار اللي ظهر في اواخر الحلقة التانية، اللي طلع برضه دور ضابط امن وطني. طبعا في رياض الخوري رئيسهم، ويعني ايه، التوليفة بتاعت المسلسل حلوة، واجواء المسلسل حلوة، المشاهد الاكشن فيه كويسة جدا برضه، وعجبتني يعني من الموسم الاول، هو مشاهد الاكشن بصراحة يعني مقبولة وكويسة، وما فيهاش عيوب كتيرة جدا. والجزء الثاني برضه بيكمل سلسله مشاهد الاكشن الممتازه، ويعني طبعا الحماس بقى مع الاثاره، مع برضه حته اللي انت العاطفه شويه عن الشهداء اللي بيستشهدوا والجو ده، وده كله مدي طابع حلو للمسلسل. ولكن انا مش فاهم حاجه، يعني انا حاسس ان انا في الستوري لاين ضايعه، مش فاهم، مش قادر امسك خيط احداث، وخصوصا بعد الميكس الرهيب اللي عملوه بين الجزئين، الجزء الاول والجزء الثاني، بلقطات احمد منسي مع لقطات الناس الثانيه، زي ما شفنا محمد امام برضه في فلاش، يعني انت ضمنت لي المسلسلين في بعض، الجزئين في بعض، انا مش فاهم حاجه. انا كل اللي انا فاهمه ان هو الاحداث دي بتحصل احداث فض رابعه، يعني احداث قبل فض رابعه كان بيحصل تزامنا مع الاحداث دي، العمليات الارهابيه، وان ازاي الشرطه والجيش بيتصدوا لها، بس انت رابط لي الدنيا، حاسس بلخبطه، انا مش عارف، مش كويس، مش بس تكتب لي كلمه رفح معرفش ايه سنه كذا والتاريخ، لا، كان لازم تبين لي حتى يعني القوات بتوعهم هم بيدوهم الامر للعمليات، كان لازم تبين لي ايه اللي بيحصل، فين اللي بيحصل، ازاي ربطت لي ما بين الجزئين الاول والتاني، وده في امتى، وده احداث ايه، ودي احداث ايه. طب ده امتى في الموسم الاول، كان مثلا في انهي حلقه، كنت تكتب لي دي في الحلقه الكذا. لا بصراحه انا دخت طهت كده من الموضوع ده. المشاهد حلوه والاجواء حلوه، ولكن انا مش عارف ده بيحصل فين وليه. انا فاهم الاساس، بس الاساس مش كفايه، لازم اعرف الاجواء دي فين عشان اعيش الموقف، اعيش الاحداث. الحلقه الثانيه انتهت ان ضابط امن الدوله داخل لضابط الامن المركزي، داخل له عايز يتكلم معاه، وهنا تساؤل كبير، طب هو ليه رايح له، ايه اللي هيعمله عنده، هيساله على ايه. هنا بدا شويه يبقى في حماس، ولكن انا حاسس ببهوض كده في ال... يعني ايه، نقدر نقول التشويق وفي الحماس شويه، لان انا مش فاهم حاجه من ال... يعني ايه المغزى برضه، انا عايز اعرف الاحداث دي في امتى، الاحداث دي حصلت ازاي، بالذات مشاهد يعني سيبك من مشاهد كريم عبد العزيز ده، تمام بيحبطها تمام، انما مشاهد ميكي اللي جابوها بالتزامن مع قوات الجيش ايام منسي، حاسس بتوها شويه، كنت اتمنى ان هم يوضحوا الموضوع ده اكتر وبشكل اوسع، واتمنى ده يحصل في الحلقات اللي جايه، ان هم يوضحوا الامور بشكل اوسع من كده. والربط اللي بيعملوه ده كويس وعاجبني على فكره، و100 100، بس انا عايز افهم الربط ده،
عايز افهم الاحداث دي امتى ولا ايه وايه اللي حصل. طب ازاي قوات يعني كمان لقوات من الشرطه وكمان لقوات من الجيش؟ طب فهمني انا واحد مثلا يعني عايز افهم، عايز اعرف ايه القوات بيبقوا موجودين مع بعض، يعني مش كلنا نفهم في الحاجات دي. وبعدين انت المفروض انت بتفهمنا حاجه مش بس تدينا المشاهد القتاليه، لا انا عايز افهم ايه اللي حصل فعلا في الوقت ده، ازاي كان في ضرب على قوات الجيش مع قوات الشرطه؟ طب والحدود دول مش المفروض بيبقوا جيش بس، ايه دخل الشرطه لاحمد مكي؟ طب ده فين وده فين؟ لا فهمني الليله اكتر عشان انا داخل وعايش معاك في احداث المسلسل. قلنا دي هي نقطه الضعف الوحيده من وجهه نظري، ولكن فيما دون ذلك فكان كله تمام، وانا يعني متفائل بالمسلسل ده للابطال القويين اللي فيه. فانت عندك ثلاث قامات تمثيليه، يعني كريم عبد العزيز، مكي، اياد نصار، الثلاثه كاريزما عاليه قدام الشاشه، وبالذات كريم عبد العزيز زي ما قلت المتفائل بالمسلسل ده. ثاني مسلسل معانا في حياتنا النهارده هو مسلسل هجمه مرتده، وهو بطوله احمد عز وهند صبري وهشام سليم. هشام سليم خلاص ضمن المخابرات، يعني هو معروف ايه المخابرات على طول، دايما بطلع دور مخابرات. يعني هند صبري واحمد عز من الواضح ان هم يعني هيبقوا جواسيس مجندين لصالح المخابرات المصريه. هند صبري بالموساد يعني المخابرات الاسرائيليه بتحاول تجندها، بس انا متوقع ان هي اصلا تبع المخابرات المصريه، والمخابرات المصريه حطاها في طريق الموساد عشان الموساد تجندها عشان تبقى مجنده للمخابرات المصريه. تلت مين يعني باختصار تاني، هند صبري المخابرات المصريه مدرباها وحطتها في طريق المخابرات الاسرائيليه الموساد عشان الموساد تجندها ضد المخابرات المصريه، وهي في الاساس مجنده من المخابرات المصريه ضد المخابرات الاسرائيليه، دبل ايجنت بس لصالح المخابرات المصريه. احمد عز طبعا هو يعني هيبقى مجند من قبل المخابرات المصريه، وهنشوف احداث اللي جايه. بدايه المسلسل، اول مشاهد في المسلسل كده يعني كانت نقطه ضعف ونقطه قوه بالنسبه لي، فكانت نقطه ضعف اللي انت عملت لي حلقات كتير ما جبتيش ابطال المسلسل، غير ما فهمتش اصلا البطل احمد عز ظهر في الفرح كده بعد وقت طويل. ولكن بدايه المسلسل وبدايه الحلقه كانت بتوحي بموضوع التجنيد بقى، وانه في بيجندوا، وان المخابرات المصريه الناس بتجندها، وان يعني التجنيد جو التجنيد ده المخابرات المصريه برضو بتجند ناس اجانب تعمل لصالحها، والمخابرات الاستخبارات الاجنبيه بيجندوا ناس مصريين. فجو التجنيد وجو الحاجات دي كان هو الاساس بتاع اول حلقه، وده اللي بديت لي بيه. بس انا كنت افضل تجيب لي البطل بتاع المسلسل او البطله، يعني البطلين تظهرهم لي في اول مشاهد، ما يبقاش مثلا اول جزء كبير جدا من الحلقه تقريبا ربع ساعه او نص الحلقه الابطال الرئيسيه ما تظهرش، كان على الاقل تجيب لي مشهد من الفرح في البدايه وتجيب بقى ايه تمزج المشاهد مع بعض. لكن ان انت تاخد شوت كبير جدا من الحلقه من غير ما تظهر لي البطل الرئيسي او البطله الرئيسيه، ده انا حسيتها نقطه ضعف بسيطه ولكن تعدي يعني. بس انا كنت افضل ده تدخلني في الاجواء. انا اول ما اتفرجت انا حرفيا شفت انا بتفرج على مسلسل هجمه مرتده فعلا ولا لا، طب فين الابطال؟ فحسيت بنوع اللي انا ايه بعدت شويه عن الموضوع وبعدت شويه عن المسلسل، فكان المفروض ان هو يبدا لي بالابطال دول، وده كان هيبقى افضل بكتير من الناحيه الدراميه للمسلسل. ولكن اداء طبعا هند صبري رائع جدا، انا اصريت اقول هند صبري الاول لان هنتكلم عن احمد عز كتير، فاداء هند صبري كان رائع ووصلني فعلا حته انها بتبين انها فعلا ضد بقى وفعلا تنفع انها تبقى جاسوسه لصالح اسرائيل بالفعل. فعجبني حته ادائها ده خالص. نضال الشافعي لايق عليه الدور جدا جدا جدا، رغم ان هو في يعني اعماله اللي فاتت كان واخد دور تاني واخد طريقه تانيه في التمثيل، ولكن في المسلسل ده رغم ان مشاهده كانت قليله بس عجبني، واظن ان مشاهده في الحلقات اللي جايه هتبقى كويسه جدا برضه. يجي بقى لدور احمد عز، احمد عز معروف يعني نفس الكلام اللي هقوله على كل طبعا كريم عبد العزيز يعتبر برضه على احمد عز، فاحمد عز متعدد المواهب برضه وفي كل دور بيأدي صح وبيبدع فيه الحقيقه. والدور ده دور الشاب بقى يعني الروش بقى اللي هو يعني ايه عايشها بطول عرض في الغربه بقى، والجو ده الشبحانه بتاعه ده الجو ده لايق عليه جدا جدا جدا، ومؤديه بطريقه حلوه جدا، لايق فعلا عليه الشاب مع الجاسوسه الثانيه اللي هو بيحاول يدخل لها. فعجبني طريقته في التمثيل وفعلا مصدقه، وانا اظن زي ما قلت يعني المسلسل لسه هيكشف كتير جدا بالنسبه لادائه وبالنسبه للاحداث. فبصراحه المسلسلين كويسين جدا، وزي ما قلت هو هيبقى اختيار ما بين طريق الخير وما بين طريق الشر. يعني السؤال هنا بقى، هل هجمه مرتده هيبقى احمد عز مع هند صبري الاثنين في طريق يعني مع المخابرات المصريه، ولا في واحد منهم هيحيد عن الهدف؟ ونفس السؤال برضه هيبقى عن الاختيار اثنين، هل كريم عبد العزيز واحمد مكي واحد فيهم هيحيد عن الاختيار ويختار الطريق الغلط؟ ومن الواضح ان هو ممكن هيبقى هو يعني احمد مكي هو اللي هيحيد، ولكن اول حلقتين مش واضح، فاول حلقتين بيدوا ان كل الابطال في صالح الخير وما فيش واحد فيهم هيحيد عن الطريق، فلحد دلوقتي لسه ما فيش اي علامات بتدل على ذلك. هنستنى مثلا حلقتين ثلاثه كمان واعمل لكم حلقه عن المسلسلين، ويا اما في حلقه مع بعض برضه، يا اما كل واحد حلقه منفصله حسب الاحداث وحسب الكلام اللي انا اقوله عن المسلسلين ان شاء الله. فمش هطول الحلقه قوي ولا اقصرها قوي.
كده تكون انتهت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه, ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده وما تنزل. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.